تعالي عيف التيك توك والفيسبوك، تعالي علمي شلون نسوي بامية، تعالي تعالي. يعني انت الجيل الجديد اللي قاعد يطبخون بامية، خليتي لها بصل قلنا ما يخالف، خليتي فلفل قلنا ما يخالف، بس مال الطبخيها عاد دجاج لا، هنا كافي. نحتاج ثوم مفلس، ثوم عدل، طماطم معجون، دبس وحامض، ما استعمل لي مندوزي. وبعدين اقول لكم الدبس ليش. بلش هسه عندنا اللحم هسه سالقي، يعني يعجبني ابرده واشيل هذا الدهن على مود الكوليسترول والدهون. طبعا البامية ما يخلوا لها اي بهارات، نحمس اللحم بس ملح وفلفل اسود، شويه طماطم، يلا بسرعه خفيها لايديك، شويه ماي، شويه معجون، نحمسه معجون مو معجون، شويه ثوم، هوايه ثوم. طبعا انا ماي اللحم ما ذبه، دير بالك تذبيه ماي اللحم. بعد ما نحمس كل شيء نذب البامية. شوف التيبل لام مال الغرفة وهذا الاخ تنحمس بهالطريقة، ايوه يا معلم. بعد كده نخش بمية اللحمة، ايوه كده، علشان تنزل في القلب، شوية ملح وفلفل اسود فقط، والطماطة اللي ضربناها وملخناها من الكتل، نومي حامض، وهذا راس الثوم ضروري هيك تذبوه هيك. طبعا بالنسبة للدبس اهل بغداد قبل يخلوها على مود الحموضة وتثخن وتصير طوخ المرقة، نص خاشوقة فقط ما تصير حلوة لا تخافون. تفضلوا تفرجوا وبالعافية.